كمنظمه ما تبقيش ولدي كمنسق جهوي. الفيديو اللي انتشر في هذه الاسابيع الماضيه الاسبوع الماضي بخصوص بيدوفيل جديده وخصوصا الاستغلال البشع للعمل الجمعوي والعمل كجمعيه رياضيه وكمؤطر مقرب من الاطفال. هذا الممارسه خطيره وشفنا ذاك الفيديو المقزز صراحه الذي ينذره الجابين. وكمنظمه ما تبقيش ولدي كنستنكروا بشده وبقوه وكنتصداو وغادي نتصداو بجميع الوسائل وغنترافعوا لك هنا لهذا المجرم الجزاء ديالو لان هذا الفعل الاجرامي خطير في بخصوص الطفوله المغربيه خصوصا الطفره من الاطفال ديالنا. وكما قلتي ماشي غير الطفره قدر كانوا واحد المجموعه ديال الاطفال اللي كانوا في ديك الجمعيه الرياضيه اللي تم الاستدراج ديالهم. وكاين واحد القضيه ديال الاستغلال واحد الحرمات ديال العمل الجمعوي وخصوصا في القطاع الرياضه الجمعيه الرياضيه والخروج بالاطفال الى واحد الفضاء عام اللي هو فضاء الشاطئ للترفيه والترويح والاسر ديال هاد الاطفال عطاو داروا الثقه في هذا العمل الجمعوي وفي هذا الفعل الجمعوي. فبه تيكون واحد البيدوفيل واحد مجرم بشري واحد الذئب بشري اللي كيترصد بهاد الاطفال براءه الاطفال اللي كنستنكروها. وخرجنا بيان قوي بيان تنديدي بهذا المشكل بهذا الفضيحه اللي كندعيو للسلطات المختصه المنظمه ما تخيش ولدي كتدعي لتشديد المراقبه على هذه المخيمات وعلى العمل على الجمعيات الرياضيه اللي كيعنيو بالاطفال خصوصا الاطفال الصغار والقاصرين. لان لا يعقل نخليو هاد الجمعيات يكونوا واحد الحقل ولا مرتع لتسلل بعض المرضى اللي تنقول لهم مرضى نفسيين وايضا دي بيدوفيل اللي عندهم شذوذ ويمارسوا واحد الشذوذ ديالهم على الاطفال ديالنا في المغرب. تماما هذا تحول خطير بانه هناك استغلال كما قلنا الحرمات العمل الجمعوي النبيل والانساني والمدني كيتستغلوا هاد الناس هاد السيد هذا تسلل عبر هاد البوابه اللي مثل غادي يشوف هاد الناس هاد الاطفال مع المؤطر ديالهم غادي يقول لك هذه جمعيه منظمه تحت اطار في الاطار القانوني. هو تسلل لافراغ المكبوتات ديالو استغلال الاطفال بعيدا عن عيون الاسر ديالهم ويفرغ الشذوذ ديالو والمكبوتات ديالو في هاد الاطفال ديالنا الصغار القاصرين. يعني هذا خطير هذه نقطه خطيره كنطلبوا المؤسسات خصوصا تطلبوا الوزاره الوصيه بان تحمل المسؤوليه ديالها على وزاره الشباب ووزاره القطاع الوصيه على القطاع الرياضه والجمعيات المجتمع المدني ووزاره الداخليه تشديد الرقابه على هذه الجمعيات خصوصا فيما يخص القضيه ديال الرقابه في المخيمات. مثل المخيمات حنا الحمد لله دزنا في مخيمات حتى حنا فاش كنا اطفال دوزنا في مخيمات وعمل جمعوي وهذا ولكن خص المراقبه تكون خصوصا في هذه الواقعه دقت ناقوس الخطر بان خصنا تشديد المراقبه. وايضا المؤطرين ديال الجمعيات اللي كيمشيو مع الاطفال الصغار وكنستامنهم كاسر على وليداتنا وليدات المغاربه خص يكون بعدا يدار لهم واحد ان تيست بسيكو اناليز اناليتيك واحد كما اللي يقولوا دار لهم واحد للسلامه العقليه ويكما عندهم خلفيات ويتشوف الملف ديالهم هذا الملفات ديالهم السابقه الجنحيه وهذا. يعني خص يكون واحد تشديد شويه الرقابه ديال المؤطرين الناس اللي قرب للاطفال لان هذا خص يكون واحد الخط احمر بين البيدوفيل وبين الاطفال. من تدخلينا هما كاين استغلال وتم كما قلنا الانسلال لهاد المراكز ديال التخييم والمراكز ديال الجمعيات الرياضيه والجمعيات اللي تعنى بالطفل ديال الطفوله جمعيات الطفوله راه هذه نقطه خطيره وغادي ما غادي غيكون شي امور لا تحمد عقباها. داك الشيء كندعيو السلطات المختصه وكندعيو جمعيات المجتمع المدني باش يتم يدار واحد الكريتير شروط للناس اللي كيتعطى لهم الثقه باش يكونوا مؤطرين ومقربين من الاطفال ديالنا خصوصا في المخيمات وفي المراكز ديال الاصطياف وفي الخرجات الترفيهيه الشاطئيه. ما تقيتش ولدي صراحه على المستوى الوطني كنشوف بان فعلا كاين تزايد هذه القضيه الظاهره ديال الشذوذ الجنسي باتجاه الاطفال واستغلال الاطفال والبيدوفيليا. وكنشوفوا بان كاينين بعض المرات احكام غير مشدده. يعني راه كنقولوا بان خصنا حنا لنا كامل الثقه الحمد لله في استقلاليه الجسم القضائي وفي السلطه القضائيه بان هذه ظاهره البيدوفيليا ولات خطيره كتستهدف اطفالنا راه اطفال المغاربه وما اطفالنا جميعا. وحنا كمنظمه نقيش ولدي ما غاديش نسكتوا غنترافعوا في هذه القضيه لان خص الجزاء خص المجرمين وهذا اللي كيتقربوا للاطفال ويسيئوا الاطفال ولا يستغلوا اطفال ويخويو فيهم الشذوذ والمكبوتات ديالهم ولا الهتك العرض ديالهم خصهم ينالوا جزاء قوي خص ضرب على البيادين الحديد على هاد المجرمين باش يكونوا عبره للاخرين. مثلا كانت واحد التخفيف راه دواعي التخفيف راه كتشجع
غتشجع له يتفاق من هذه الظاهره اللي خطيره على المجتمع المغربي. وكنشوفوا حنا كما قلنا اخلاقيا ودينيا وهنا والثقافه ديال المغربيه هذا الشيء راه ولا داخل ولا خطير ولا كيتكاثر بكسرعه النار في الهشيم. يعني كنقولوا تنطالبوا السلطات المختصه باش يكون تشديد المراقبه ويكون ايضا يكون تشديد العقوبات على هاد المجرمين باش ينالوا الجزاء ديالهم.